السلام عليكم، اهلا وسهلا، معكم سينيور محمد عمر من قناه ستوديوز مستر محمد او ثانك يو شانل على اليوتيوب. معنا فيديو مهم جدا النهارده من فيديوهات اللغه الاسبانيه، ولكن ما تنسوش في البدايه تعملوا لايك وسبسكرايب للقناه وتفعلوا جرس الاعلام عشان يوصلكم كل جديد. يلا بينا نشوف عندنا ايه النهارده وتابعوني للنهايه ما تنسوش. يو صوي سامي، انا سامي. بور لا مانينيا، في الصباح. رباخو اون اوسبيتال، بشتغل في مستشفى. سياما الشروق، اسمها شروق. اون الدقي، منطقه الدقي. ايه بور لا تاردي، وفي الظهيره او بعد الظهر. بوي امي كلينيكا، بروح العيادة الشخصية بتاعتي. كيستا اون اوترو باريو، والتي تكون في حي اخر. قادا نوتشي، كل ليل. ويلبو امي كازا، برجع للمنزل. موي كانساتو، تعبان جدا. اون ميتين بوليبري، في وقت فراغي. اخو موتشاز كوزاس، بعمل حاجات كتير. امي بالنسبة لي مي انكانتا، يعجبني جدا. لا موسيقى، الموسيقى. لا موسيقى مي يودا الى خارمي، يعني الموسيقى بتساعدني اني استرخي. ديسبويوس دي موتشاز اوراس دي تراباخ. بعد كده سوري، بعد ما بقضي ساعات كتير في العمل. اي موتشوس تيبوس، يوجد كثير من الانواع. دو موزيكا، الموسيقى. امي بالنسبه لي مي جوستا لا موزيكا كلاسيكا، بتعجبني الموسيقى الكلاسيكيه. اي ابيبس سكوتش، بسمع اوترا تيبوز، انواع اخرى. كومو التانجو، اي الراب، بسمع التانجو، موسيقى التانجو والراب. قاعده فين دو سيمانا، في نهايه كل اسبوع. اوي اون كونسيرتو اون الابرو، اوبرا، يعني بروح لحفل موسيقي في الاوبرا. كيستا اون بوكو ليخوس، اللي بتكون دايما بعيده. دوكازا عن المنزل. بور ايسو، من اجل هذا. بوي اون مي كوتشي، بروح بعربيتي. سيمبري مي اكومبانيان، احيانا بيصطحبني. مي موخر، زوجتي. اي ميس دوس ايخوس، وولادي الاثنين مازن وحازم. التكست هنا بتتكلم عن ايه؟ بتاع سامي. العيله، المنزل. افيتيونز ولا كلينيكا، يبقى افيتيونز يعني الاعمال او المشروعات او اليوم بتاعي. اكيد ديكاس، سامي بيشتغل ايه؟ اكيد طبعا تبقى ميديكو، طبيب، عشان في هنا عياده. كومو ويب سامي اسو كذا، كيف بيروح لمنزله؟ بيرجع ازاي؟ احنا قلنا اللي هو بيرجع اهي، بصوا معايا كده، كان ساعده ايوه متعب. كواندو بقى الاوبرا، بيروح امتى الاوبرا؟ ايوه امتى بيروحها؟ في نهاية الاسبوع. يبقى قاعدة سيمانا، كل اسبوع. كون كوين، بيروح مع مين الاوبرا؟ كونسو فاميليا، مع عائلته.